بدك خبز؟ لا ما ليه؟ بدي من تبع النظام. ليش شو تبع النظام؟ ايديهم وسخين انه ما بدك خبز يفتلك من برا؟ ليش؟ هيك انا بس لما انتصر انا بدي اكل. بس لتنتصري؟ ننتصر كل العالم كله كلياتنا بدنا ننتصر بعدين بناكل خبز. يعني بدك تبقي قاعدة بلا خبز؟ ما باكل ياكل العالم كلهم، ما باكل ياكل العالم كلهم. طب العالم عم تاكل وانت ما حدا عم يطعميكي. وإذا يعني؟ اه؟ وإذا؟ في ناس عم تاكل وانت ما حدا عم يطعميكي، ما حدا سائل عني. اي ما بزعل، انه منك كمان جوعاني. منك كمان جوعاني. طب اذا جبنا لك هلا عملنا هدنة مع النظام عشان يفوت لنا خبز، شو رأيك؟ خلي حدا يعملها. ما بتخلي حدا يعملها؟ طب الناس بدها تاكل ما تتجوع. ما تتجوع، طيب يصبروا شوي، هذا الله اعطانا اياه هذا الامتحان. طيب يصبروا شوي، هذا الله اعطانا اياه هذا الامتحان. طب ما عاد فينا صبر. ما عاد فينا صبر؟ ايه. بس الله من يوم من الايام بده يحاسب بشار، هي محاسبة قوية. والناس اللي عم تموت شو تعمل بحالها؟ يكون الله كاتب لها. لا هن ماتوا من الجوع. احيانا من الجوع واحيانا من الهي. طب ليش حتى ما نروح لعند بشار نقول له سامحنا؟ نقول له خذ هي سلاحنا، ما عاد بدنا نقاتلك، نرجع مثل اول اصحاب واحباب. نحن ما بدنا هيك يصير. ليش؟ نقول له خلص. نحن نقول له سامحنا. كل هالعالم يلي قتلهم ما بدنا نسامحهم؟ كل هالعالم يلي قتلهم ما بدنا نسامحهم؟ ايه بنسامحه، ليش شو فيها؟ بنسامح كريم. بنسامح كريم بس نحن ما بنسامحه انه هو يهودي. طيب هالمشايخ اللي عم بيقولوا انه لا لازم نسامحه واعملوا هدنه. يكون اجبار. شيخ هذا بيفهم شلون اجداد. انه هو لازم يوقف مع الله بدل ما يوقف مع النظام. يعني هلا كل شيء بيقول روحوا لنعمل صلح ولن صالح بشار واقف مع النظام. مو واقف مع الله؟ طب هو عم يقول انا مشان هالناس بدي الناس تاكل وفوت لها اكل وحليب وحرام خطيه هالعالم ماتت. ان شاء الله الله بيفوت لنا اكل. الله بيفوت لنا اكل. طب انت شو نيم اكرم من الله؟ نيم اكرم من الله؟ ما حدا اكرم من الله، اي والله. الله كريم. اي نعم.